بعد أن كان ري المحاصيل في وديان حاضر موت يتم عن طريق الآبار التقليدية قديما، جاء دخول الطاقة الشمسية ليوفر للكثيرين الكثير من الوقت والجهد والمال. رغم اعتماد الكثير من المزارعين في اليمن على زراعة الأراضي الزراعية الواسعة والتي شكلت أحد مصادر الدخل لكثير من الأسر خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، إلا أن الكثير من الصعوبات تعترضهم، الأمر الذي جعل تلك المزروعات عرضة للتدهور والموت نتيجة انعدام المياه وتعرضها للعطش، وذلك للانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي وعدم توفر المشتقات النفطية. ظروف قاسية فرضت على المزارع البحث عن بدائل لتوفير مياه الري من خلال اللجوء إلى الطاقة البديلة للحصول على الطاقة الكهربائية كحل تجعل المزارع قادرا على القيام بالزراعة والتغلب على صعوبات الحياة خاصة في المناطق الصحراوية الأشد قساوة. الطاقة، نحن لقينا الطاقة من قلال أسعار المشتقات النفطية كلها، تمام، اضطرينا نعمل الطاقة رغم انها مكلفة. فكرنا في الطاقة في 2014 عم طلع الديزل الى البرميل ب 20,000، يعني اللتر ب 50 ريال تقريبا او 100 ريال. 100 ريال شفت، وعرفنا على خلاص نظرنا ان الزراعة ما بس الحل بطاقة بشيء بديل، يعني لابد يكون الديزل يا اما يكون رخيص شوية والا يكون طاقة، يعني طاقة شمسية تكون يعني توفر لنا اللي تطلع على الماء من 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 الابار، لان الكهرباء كانت بعيده علينا. تشتغل تستمر من 8 تقريبا 7:30 هكذا اللي هي تشتغل باستمرار الماكينه الى 4 العصر، بعدين تشغل الى الساعه 6 6:30 موطور، لان الدوله ما لفتت النظر الينا نهائيا، يعني المفروض تكون الدولة توفرنا حتى الطاقة ولو كان بالتقسيط، هذا كله جهد ذاتي، يعني ماشي من الدولة نهائيا، ولا من صندوق ولا من أي حاجة ولا من صندوق التنمية الزراعية. الاستغناء عن مادة الديزل في الحصول على المياه الجوفية للري واللجوء إلى الطاقة ساهم في تخفيض أسعار معظم المنتجات الزراعية، كما أعطت فرصة كبيرة للمزارع في محافظة حضرموت للقيام بعملية الزراعة على مدار العام والتي يصعب زراعتها في السابق نتيجة ندرة المياه.